يقول السائل: أنا شخص عاص، وعندما أردت التوبة جئت بعمرة، ولكن الشيطان دائما وأنا في الصلاة يذكرني بأعمالي التي كنت أرتكبها، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الوساوس لا تلتفت إليها، ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، تب إلى الله ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، وأنه يذكرك بكذا وبكذا. الله جل وعلا يغفر الذنوب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تبت تاب الله عليك، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان. نعم.